تحرص دولة الكويت والقيادة السياسية على التنمية البشرية واستدامتها واستثمارها عبر تمكين الأفراد وتحسين مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق رؤية كويت جديدة. الاهتمام بالطلاب والنشأ من أولويات الدولة، متمثلة في وزارة التربية وتنمية إبداعهم ومواهبهم وابتكارهم، يأتي من خلال تنظيم العديد من المسابقات والفعاليات التي تشجع على التفكير الإبداعي وتطوير المهارات. تحرص دولة الكويت متمثلة في وزارة التربية على صقل المواهب وتعزيز التعليم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية للطلبة عن طريق تنظيم الفعاليات التعليمية وورش العمل والمسابقات العلمية. الاهتمام الكبير من لدن سمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مشاهد ونلمسه ونراه ونسمعه من خلال خطاباته التي دائما تركز على تنمية مواهب الطلبة والنشء والتركيز عليه، ومن خلال حتى الاجتماعات اللقاءات التي تعقد مع سمو الأمير دائما يوصي العاملين في وزارة التربية والمسؤولين بالاهتمام بالطلبة والاهتمام بالمواطن الكويتي وتوفير أقصى درجات الاهتمام لهذا الطالب وهذه المدارس. وتهدف دولة الكويت إلى تطوير وتعزيز مهارات الطلبة والنشأ وتمكينهم عبر توفير فرص التدريب والتطوير المهني. في مهارات حديثة هي أهم من المنهج التقليدي، لأن في شغلات ما تكتسب من المنهج التقليدي اللي هم مثل مهارة السوفت سكيلز والهارد سكيلز، هذه مهارات جدا مطلوبة سوق العمل، هي اللي تم اكتسابها بالممارسة، وخاصة أن الطلبة الموهوبين المبدعين ما يكتشفهم المدرس العادي، لازم يكون أكثر من نشاط نجربهم نكتشفهم من خلال التجربة. جهود دولة الكويت عبر مؤسساتها في دعم الطلاب وتعزيز الإبداع والموهبة والابتكار يعتبر جزء أساسي من رؤيتها لتحقيق التنمية والازدهار في المجتمع الكويتي. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.